وآله وسلمه وخلفه بهذه الأمداح بهذه الأمداح وابصر بها وجميع أحبائي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فتاه لم تبن تمات ومتاهم بان لكل من له صلاح أن امتداء المصطفى فلاح آيات أمدا وكتب من أوى إليهم ذو البرايا والزمن نبي الماعي مع كل هدى أنا كما قبل منا مددا محمد صلى عليه ذو الخدم تجروا مني دواما القدم أمرنا المدارك فالدررا لغينا وي أبدا والغررا وقع سلام ربنا المقدمين على الرسول والنبي المقدمين إن المعبد الله فاق القلقا جميع درجة وخلقا تجيم رب العالمين سرمدا على أجل العالمين أحمدا يمنع عبد الله قاد البركة لزكى نادي الأصفياء والحركة هدى بالقاتل نور صدور تنميرا مقتل السموس والبدور ينقاتل الممتاز من قاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام كبار جرفا فاقا وقلد التباه والنفاق أهدوا أوقات لنا الصلاح والأمن والتوفيق والفلاح قلنا جعادة بمن بين وراء حلق من قال إليه سورا نقول نبيا القديم كسفا وأبو أمن القديم عنزفا أن أعلوا الله جميع مرتا عليه تديما من غير جاه كتاب وفق جميع الكتب ومن ضعف ما مدى لم يبتلي من زنى عنه إيمانه رسول فلا يفوز عند ربي بسول لا أهنى عبد الله باق كل من ولقاء يغلق عند ذي زمن إليه كم قاد الأنبياء والرسل يا من دقت من سواه يخسر أو سماعة الذي عنها جز سواه في اليوم الذي الوعد نجز محمد صلى عليه أفضل من خلق مولاه نور النبي زاد ظلاما ورد وقتد الملاما وقام وفرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا ذكرت ربي بنذر ونظام مع النبي ولي بي قادر إذا أبو رسول الله لزينة مدر لي بالعيدة لبدر وحدر عاد لي المدار ما لي قادا من ربي بربي فانقادا عبادتي لمن ما فتونا مقاتلي بمنتقى المفتونا رسولنا من قد أراها بربي كل أفت راها إن قاد من قاد فيه ليركا بالمنطقة الذي أجل لك ضباب من قدم خير المرسلين عمدنا على جميع الرسلين أبني لا وكون سيد الورى من الورى وقنادى ونورى سلام رب العالمين والسلام سلام رب العالمين والسلام على الذي لا نبي قلاد بعد القلام ومداد والجسد يخدمتي لمن قباني منازل يسر لله بقمة متين كل عزيز عدا وكن فيكون عجبني الجميل بالبصر في قمة المدار جنسا على عبد العظيم والسلام على النبي المندق الفاح الملام تدور الأبياء مع المعيسنين إبادة ثواب ومالانين غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما إن قدم تاب علي توبة قد فسدت ربي ويابي بنبي فانبذلت لقد توى على النبي محدثا ما قاتلي ما قاتلي فاتسا زادني الباقي بجاه راقي ما قاتلي لجمل من أوراقي
دارني النعم لشكر مما جاب بجل على شكر جميل مبي لا يزال بشرا سلا وجل لنبي بشرا إلا النبي وجد ما قد لقى باب جان موعنا انقلقا وقيل المقدار ما قد فتحا باب الجنان وإلينا انفتحا أراد خيرا قبل بالقلان أول وتا وموعد الزمان عجب ربنا بجاد المصطفى بيني وبين كل ما لا يصطفى هل بل لا يعلم مد المجتبى ولي يقعد بلدى ما يتبى لبل الله بنبي ذرى الى سوايا قائدا للبرى تاب الايات بنبي المنتقى والقاتل ما وده زوجها نويت سر مالكي على النبي لا ملك ليقرب واي نبي عادل يا الله ما به سر قضي عبد القديم وسر الذي دعا من جاد لي بكوني عبد الله قديم خير الكون وجاد القران بالعلاوه وقاد لي خير ولا تلاوه حديث خير القرن انيس بعد كتاب من هو الانيس جاد لي ابواب التناجي هو تعالى خير من ينادي أويت بالقرآن سرا وجبا ألا يزال أبدا محتجبا أجل جدا براديا عن مدري لدي عني ما ينتظري صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير سمدي جاد اليجان بالمنابر وزاني أنبياء عن المدابر ناو يا بي مرحماني عن نفاق بالمنطقة الذي جميع الخلق فا نديم من قبل من الفضاء الذي به دفعة الخدا تاب فؤادي بتوجه جزاء رب يدي فيما كتبت الجزاء توجهت لي من الجميل تالية الباقي بلا خمول ملكني المولى عن الملوك بي وبالماء عن سلوك ودمني الله على قدامي بمنتقى المزرج الأقدام أرسل المواهب بخير كبير بل بالإله والإلهات مدى لي الباقي الجميل مددا بالمرتبى الذي لساني سجلا نبينا أمر زادين إلى بي كبان لا أدرى كل لا جد لوا مدعقد من قلام وقاد لي ما قد ما أكل أكملام من علي بمن المنان وبنبي تفودي الجنان من علي بتبديان وبنبي فارق العزان ولا بال الله لي قد انبلت بجاه ما إلي ولا أخجلت أمداه خير العالمين أخرجت مني ويا بنفي ويا خرجت محمد داير ومتير داير من مدوى تدور نبينا باطن ومقدس متير من اعترى وهندس ندى مدوى الى يسرى كليتي كفلاتا وسرى عبادتي توحيد ربي وسنا على الذي ساق لخير وسنا ربي ممن جل عن النسال على النبي فايق الامثال إلا يا قاعدة النبي الله وسر لا إله إلا الله ما عاد وجل ذلك السند قال لمن هو النبي محمد إلى سواء ينتهي الدجال وكل ما والى هو له جال بدل الله بنبي سرمدا بيني وبين ما لم يحمدا أواف من لا يعبد الله دا إلى سواء ورداني جميعا سبحان من إلى الجنان عصما كل يدي عبدا به معتصما غني بالله مع النبيين ولي به يكون بالمرضي وسمع سمج من الأكدار في عازي الدار وتلك الدار بالله يهرج بالنبي صفا وأمنا مبسلا وعفا سكار كل يد وجهك الكريم ببشر وولغة ليس كريم
لوجهك الكريم سف عمري من كدر يا دبر والامر ثم لدعاء سابقين الاولين تغي وبي بشر جميع الاكملين شكري تقبل يا جبار واهمني الى الجنان بالقناع والامن تبدي اليك اليوم تقبل المتاب وليا ابيض وجهك الكتاب اليوم نذر من سفائي وتنجني بسريع انتفائي ولي علام الاصفياء كالاغنياء والعلماء ولي عجب نيليا لك كتاب يا مرزات وسري بالمنطقه المختار نوري يسري جني دور مدن في علما ولا توجد جاتي ظلما علمني الله علما لن يرى قد لغيري ولغيري لن يرى وليكف الاولياء وقدري علما دعاهم بفوز قدري لو بدلا علي ابدا عدم يا اخي وجهك وخلقنا عدم علي امنا بمسارات زمان الى الجنان وتكوني بامان بيا بيا قد نبيا كرما يا كرم الاخنا ومن تكرما فيا رسول الله بالحروف هي وجل درب المعروف ولرسول الله زينة البشر من جهة ما لا يعد من بزر محمد صلى عليه لهم كان لكل عاقل علوم ونادر قاسم نور الانبياء فان لغير اتقياء الاغبياء اذا واحمد سواه نسخا وان ورد غيره لن ينتقى نبينا كتابه قد اكملا ما قبله وغيره قد جملا يتيم من جل عن اهل وولد على النار لا عبد من ولد عسلا من ليس له كفنا احد محمد وقد كفانا من جد عالم وسلي ابدا وسلما على الذي تقدم وقم لما نافع سلي بسلام الاقدام على بني الكرام والقدام نافع سلي بسلام الاقدام له على بني الكرام والقدام اللهم بيكرم الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم والكرام صلى الله تعالى عليه بآله وسلم وسلم مسارة لا تفقد أبدا بكل عدل وحر في هذه القصيدة آمين يا رب العالمين اللهم إنك أمتني في كتابك يا وصلي وسلم على نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حاجتك الى ما اتتني به وجاءت هذا الكتاب مقدمه فتقبل مني بفضلك وجودك وكرمك وتقبل جميع ما ياتي بعدها وجعل كل اهل منها موافقا لما فيه وانتهى بجاه مصلى عليه جعل امين مخلقا بالكمال والجلال والجمال والتقدس عن كل ما لا يليق بك من الاوصاف والنقل لرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم برسالتك كل ما ينبغي ان يكتب به من الاوصاف والنقل لجميع الانبياء والمرسلين بالكتاب بما يليق به من الاوصاف ومن قرن الملائكه بالكتاب بما يليق به من الاوصاف وسل وسلم على سيدنا ومولانا ووسيلتنا اليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما ادخلني بما في الدارين في فتنه الذي من دخل فيه امن من عذابك امن يا رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا صبور يا رحيم صل وسلم وبارك على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم يا سكون سيارة وسلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد علي وسلم وسلم جميع أعمالي وفاء إليك خالصة مقبولة آمين تقول راجعون شكري لرب الكريم إن كان سكارا وتجي منه في الدهرين بكارا شكري لرب الكريم إن كان سكارا وتجي منه في الدهرين بكارا كتبت زورا لو ما قد رجوت به كوني شهيدا وذكارا وذكارا
وجاد ودي أبي زر نبي زلمين إلى كرم رافع وخام سكارا رجعوا من وتعالى سر وعملين ورفع اليماني نعم غفارا رجعوا دعيم وزلات جملة دمان أمي وفقير ورجال كفارا إني أقاتب وفي البر مغتربا ولم يزل جل غوارا وجبارا وجاتني ربي من أعلى يبيا أوعدني البدر بي كل من بارا على النبي زل بتديم من كرما وارفع وزني أبعد رفيع بكارا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم تسليما لناجم أجر في أبي يخاطب من لا تاخذ سنة ولا نوم وكان له وتيبل أجر ونوما يا ذا الوجود والبقاء والقدم يا ذا المخالفة خذ من القدم يا ذا الوجود والبقاء والقدم يا ذا المخالفة خذ من القدم يا ذا القيام أبدا والوعد يا من كتابي إلي ورد إنك ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة والإفادة والسمع والبصر والكلام يا معي بمدقى آلامي إنك قادر مريد عالم عيون جميع ذات المضار أنت بصير متكلم جذب لي الكتاب المجيد فانجذب لك بلا قراء النفسية يا من كفاني ظلم النفسية لك بلا غناء السلبية يا من كفاني ظلم القلبية لك بلا شريك المعاني والمعنويات بلا معاني يا باهلا بإذنه يجل القدر لخير عملك تزقت القدر يا عمد الكريم العالمين يا من في عالم ما لم يعلم يا ذا وجود وبقاء وقدم للعدل والقدير قدير قدم وبلغ تبارك وتعالى لنادم هذه الابيات لغه لا جنتك وجمدون بلا ابد ولا كدر ولا مد ولا غرور ولا تدراج ولا حساب ولا ايجاب قبل ولا عند وابدا ولا ولا ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.